مسعود. يا حبيب قلبي، بعرف انه الاعمار بايد الله، بس والله ما كان وقتك. بس مت ورحت. صح انت ارتحت من هالدنيا، بس انا كيف بدي ضل شايله هم هالولاد؟ كيف رح اهتم فيهم؟ والله ماني عم اقدر يا مسعود، ماني عم اقدر. يا أولاد خلص، صار لازم نروح. يلا اتركوا هالكلب. لو عمتي بتحبنا كانت سمحت لنا يضل عنا. عمتي صارت تكرهنا. شو هالحكي هاد؟ عمتكم بتحبكم كتير. لو بتحبنا كانت سمحت لنا نخليه عنا. مو حرام عليها نتركها بالشارع وهو مريض؟ عمتكم بتخاف انه تنعدوا بشي شغلة؟ هذا كل همه. حباب يا عمو رأفات، خلينا ناخذ الكلب معنا وانت ما بدك. يا اولاد اذا اخذتوا الكلب على البيت انا واثق انه عمتكم رح تقتله بايده. بس مانك شايف قديش هو صغير وحلو وما عنده حدا؟ يا بلكي صار عليه شيء. ونحن كمان ما عندنا ولا رفيق. حباب يا عمو حباب، خلينا ناخذه معنا. حباب يا أولاد هيك رح تحطوني بموقف صعب. ما تكسر بخاطرنا حباب لو سمحت. يلا خلينا ناخده. ما طلعوا صوت يا أولاد، احكم انه طلعوا صوت. أكيد رح يكون جوعان الكلب. خلينا نفوت على البيت بالأول وتشوفكن عمتكن إنه أجيتوا، بعدين بنجيب له أكل. طيب بلكي ما من الجوع بين ما نحن نجيب له أكل. لا ما بيصير له شيء، هلأ شوي بجيب له أكل. أعطيني إياه. يلا امشوا. يلا فورا على الحمام وحطوا ثيابكم بالغسيل، بتكون اكيد وسخه. وحطوا على راسكم شامبو منيح وفركوا لحتى ينضف، ولفوا حالكم منيح، اكيد توسختوا. يلا يلا إيه. يلا انت كمان فوت غسل، لا تضل صافن بوشي. بس خلصوا الولاد حمام، فوت تتحمم. خليك ناطر برا. ايه قول ارمي علي قبل ما تتحمم.
يا أولاد ليش ما عم تاكلوا؟ لأن كلبنا هلأ بيكون جوعان. بيكون لحاله بالشوارع وعم يمشي هو جوعان. عمتي سيزلنا خلنا نحن شو دخلنا؟ جوعان ولا كان شبعان؟ شو دخلنا؟ رافت انت رميت الكلب بعيد من هون ها؟ حطيناه بقلب حديقة بعيدة عنا كثير. ايه بيكون احسن لسه مو ناقص غير نجيب كلب لعنا ما بحبهم. ايه والله بينملوا لي بدني. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.